أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ذكر العلماء أنه يستحب للإمام في رمضان أن يسمع المصلين القرآن كاملا، وهذا يكون شاقا على بعض الأئمة، فلو قصر ذلك على التراويح والقيام فقط، فهل لهم أن يقرأوا القرآن من أوله في الصلوات الجهرية المفروضة ثم يكملون منه في التراويح وهكذا؟ يا أخوان، اللي ما يستطيع يقرأ القرآن في التراويح من أول الشهر إلى آخره لا يصير إمام، يترك الإمام، خليها لمن يستطيع. أما قراءة إدخال الصلوات الجهرية في التراويح وأنه يقرأ فيها من القرآن حتى يختمه، هذا شيء لم يفعله السلف وله معروف، ونحن لا نحدث شيئا من عندنا. القرآن يقرأ كله في التراويح من أول ليلة إلى آخر ليلة، يختم في آخر ليلة في التراويح، وقراءة الفرائض هذا مستقلة قراءة أخرى. وأما اللي ما هو مستعد أنه يختم القرآن في التراويح بصلاة التهجد، هذا لا يصير إمام، أيكلف الله نفسا إلا وسعها، يدور إمام آخر يستطيع القيام بهذا. نعم.